هيا يا زياد، ستعتاد السير على هذه الألواح. هل ننتظر لؤلؤ ومرجان؟ لا لا، أمامهما عمل كثير. هيا إذا نبحث عن أبي وأمي. انتظر، سوف أسأل أقدم عمال الميناء. كيف حالك يا عزيزي؟ أهلاً أهلاً بك يا صاحب البحر، لم أرك منذ زمن ولم أسمع حكاياتك الجميلة. قل لي أولاً، هل رأيت رجلاً بدوياً وزوجته في الميناء قبل أيام؟ إنني أعمل في البحر منذ أكثر من 50 عاماً، لم أرى في حياتي بدوياً يسافر في سفينة. هل أنت متأكد يا عمّة؟ بالطبع يا صغيري، إنهم يفضلون سفينة الصحراء الجمل. أعرف، شكرا على كل حال. أراك فيما بعد يا صديقي. ربما جاء ولم يلمحهم هذا العامل. تعال نسأل في مكان آخر. قلت لك إنه ميناء صغير، كثير من السفن تعبره دون توقف. نعم يا سيدي، قلت لي ذلك. هل أنت قلق على أبيك وأمك؟ أخشى ألا أراهما مرة أخرى. ستراهما بإذن الله تعالى. تفاءل خيرا، كن كالجنود البواسل في جيش الملك طالوت الذين واجهوا خطر الموت بشجاعة ودون يأس. نعم، قال المؤمنون منهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أكمل الآية. والله مع الصابرين. نعم يا زياد، الله يؤيد بنصره من يصبر. لو علم الناس هذه الحقيقة لأحبوا الابتلاء الذي يقربهم من الله تعالى. متى تكمل قصة طالوت وجالوت؟ الآن لو أحببت. بالتأكيد أحب. انطلق الملك طالوت بجيشه في الصحراء الحارقة، وأمر جنوده ألا يشربوا من النهر ليختبر قوتهم وطاعتهم له. عصى أغلبهم أوامره. نعم، فطردهم من الجيش وزحف بالقلة الصابرة لملاقاة عدوه جالوت. سيدي الملك جالوت، هذه فرصتنا لتأمر بالهجوم ونحطم أنوفهم. أخشى أن ينجو طالوت في المعركة، إنه رمز قوتهم. هل ترى قوة في هذا العدد القليل؟ نعم يا عمروس، نصف قوتهم في حكمة القائد، والنصف الآخر في إيمان الجنود واعتقادهم أنهم أصحاب حق. وماذا ترى يا مولاي؟ سأحدث طالوت أولا. إن ملكهم جالوت يقترب وحده، ربما يريد حقن الدماء وتسليم الأرض دون قتال. لا أظنه يفكر بهذه الطريقة، ولكن تقاليد الحرب تقتضي أن أتقدم أنا أيضا وأعرف ماذا يريد. أنت طالوت راعي الغنم؟ نعم، أنا الرجل البسيط الذي اختاره الله ملكاً ليعيد به الحق إلى أهله. تحسن الكلام، فهل تحسن القتال أيضاً؟ لن تستفزني بأسلوبك هذا فتجبرني على قرار لم أتخذه بعد. ألا تريد مبارزتي والزهو بأنك قاتلي؟ لم آتي هنا لأزهو ولا لأتفخر. لماذا جئت إلى المعركة إذن؟ حتى تعود الأرض إلى أصحابها فيعم السلام بين الناس. لا وقت عندي لمثل هذه المهاترات. أنا جئت هنا لأرى الدماء تسيل وتصبغ الصحراء كلها. ألا يكفيك ما أرقته من دم الأبرياء؟ إن كنت تريد السلام فعلاً فلدي عرض قد يروق لك. تكلم، إني منصت. بارزني أو تخير من رجالك أقوى فارس ليبارزني، فإذا قتلته تكون أراضيكم لي وأصبح أنا وحدي الملك هنا. وإذا هزمت يا جالوت؟ هذا افتراض عجيب،
ولكن إذا حدث ذلك يكون ملكي كله لك يا راعي الغنم، وتعود الأرض إلى أصحابها. ما قولك؟ موافق، يفعل الله ما يشاء. حتى يأتي من يبارزني، إني منتظره في أي وقت. لا أدري يا مولاي ماذا أقول. إن مبارزة جالوت مغامرة خطيرة، ولكنها مغامرة تستحق. المنتصر فيها سيغنم الكثير. أبلغ الجنود جميعهم أن من يتقدم لمبارزة جالوت وينجح في قتله سيقتسم الملك معي، ويتزوج ابنتي، ويكون هو الملك من بعدي. أمرك يا سيدي. السمع والطاعة للملك طالوت. أنت لم تأكل كسرة خبز منذ الأمس يا سيدي، هل أعد لك بعض الطعام؟ لا لا، أشكرك على اهتمامك. سيدي، هل بإمكاني أن أسأل لماذا أنت حزين؟ كم كنت أود أن أقتل الظالم بيدي، لكن صالح الجيش يقتضي أن أجعل الأكثر مهارة هو الذي يتصدى للمبارزة. الحمد لله أن منحنا ملكا في حكمتك وتواضعك يا مولاي. هل أنت واثق مما تقول؟ سمعته بأذني يا سمعون. يتزوج ابنة الملك ويصبح الملك من بعده، بل ويقتسم معه الملك في حياته. آه، يا ليتني أكون هذا الفارس. هيا يا داود، أسرع في إعداد الطعام. لا تنسى أنك أصغرنا سنا، وعلى الصغير دائما أن يطيع إخوته الكبار. وامتثل سيدنا داود عليه السلام لإخوته الذين يكبرونه في السن، وقام ليخدمهم وهو يفكر فيما سمعه من حوار. ولكن الملك جالوت لم يهزم أبدا في مبارزة. إنه يهزم جيشا بأسره، فكيف يقاتله رجل واحد؟ الحياة أطيب من أن نضيعها. الطعام يا داود. ماذا بك؟ أخيرا يا مولاي، تقدم واحد من الفرسان لمواجهة الملك جالوت. حسنا، أدخله في الحال. ولكن يا مولاي. ماذا؟ هو ليس فارسا بالمعنى الصريح، أقصد. تكلم، ماذا تريد أن تقول؟ هو صبي في 16 من عمره، نحيل الجسد، ويعمل في الرعي مع إخوته. اسمه داود يا سيدي. لا بأس من مقابلته، كنت أنا أيضا راعيا للغنم، لم أولد على رأس هذا التاج. سأدخله في الحال يا سيدي، تفضل أيها الشاب. يا له من وجه طيب يشع بنور الإيمان، إنني أشفق عليك يا بني من القتال. قال داود عليه السلام: لا مفر من قضاء الله. صدقت يا بني، إذا تعال لأعطيك سيفي ودرعي، لماذا لا تمد يدك؟ ما هذا الذي تشير به إلي؟ قال النبي داود عليه السلام: إنه مقلاع أستخدمه في الصيد، وسيكون سلاحي بإذن الله. بحثت عنه في كل مكان. لقد أخذ مقلاع الصيد واختفى. ترى إلى أين ذهب داود؟ هل يكون قد تأثر بما سمع منا عن مبارزة جالوت؟ بالتأكيد هذا ما حدث، أنت تعرفه جريء ومقدام. ولكن هذه المرة الخطر كبير، إنه يقتل نفسه. هو أخونا الصغير، ويجب أن ندافع عنه. سنحميه من نفسه. أسرعوا إذن قبل أن نفقده إلى الأبد. هل رأيتم شابا يريد مبارزة الملك جالوت؟ لقد تقدم عدد كبير من الشباب للمبارزة، فأيهم تقصد؟ إنه قصير الطول، عيناه زرقوان، وشعره خفيف. أظنه أول من تقدم. يا إلهي، فقدنا أخانا. اصمتوا، هذه ساعة الحسم. إنه يقترب من جالوت. كيف يمكننا أن نمنعه؟ أين هذا الفارس؟ لماذا لم يأتي؟ ويحك، من أنت؟ قال النبي الكريم: أنا داود. أنت إنسان ضعيف مسكين، إني أرحمك، فارجع
وليتقدم إلي غيرك من الملوك والفرسان. أين طالوت؟ قال داود عليه السلام: أنا الذي أقتلك بإذن الله. يا لك من صبي مغرور، قلت لك أرجع. قال داود عليه السلام: لن أرجع حتى أقتلك. سأريك الآن إلى من تتحدث. أخرج النبي داود حجراً من مخلاته ودعا ربه، ثم رماه بالحجر، فوقع الحجر في رأس جالوت حتى دخل في جوفه وقتله. قتل جالوت! النصر لنا! إلى المعركة! إلى المعركة! خذ يا عدو الله إلى الأمام! أثبتوا! أثبتوا! الحمد لله أن نصرنا وأعاد لنا أرضنا وخلصنا من جالوت الظالم. المكافأة! المكافأة! انتظروا، يجب أن أتأكد أولاً من صدق كلامكم. نقول الصدق! نقول الصدق! نقول الصدق! نقول الصدق! كيف تكونون جميعاً قد قتلتم جالوت في وقت واحد؟ أنا الذي قتلته يا مولاي، وهذا برهاني. ما هذا؟ خوذة رأس جالوت، الكل يعرفها. أنا أحمل عباءته، لا يمكن أن ينزعها عن جسده إلا من قتله. أيكما أصدق؟ أنا! بل أنا! سيدي الملك طالوت، إنهما كاذبان. أنا الوحيد الذي يملك البرهان على كلامه. معي إصبع إبهام الملك جالوت، نزعته من يده كدليل على قتلي له. عندي 7 جنود قبلك قدموا أصابع إبهام لجالوت. كيف يكون لجالوت 8 أصابع إبهام؟ لم يكن شخصا عاديا. توقفوا عن هذا الكذب، وإلا أمرت بسجنكم جميعا. كيف تكذبون على الله بعد أن نصركم؟ وكيف تستحلون ما ليس من حقكم؟ لن أعطي نصف ملكي إلا لمن يأتيني برأس جالوت. مولاي، حضر الفارس داود. ما هذه المخلاة؟ رأس الملك جالوت يا مولاي، قتله داود، ذلك الفارس النبيل. أنت من يستحق أن يخلفني ويعدل بين الناس. يشرفني يا بني أن أزوجك ابنتي وأقاسمك عرشي. أعلنوا الأخبار الطيبة في كل أنحاء البلاد. هيا يا عمون لنزور أخانا الملك النبي داود عليه السلام. أخجل من مقابلته، كلما فكرت في أننا كنا نستغله في خدمتنا. انسى ما مضى، لقد سامحنا أخونا الطيب. إن قلوب الأنبياء لا تحمل إلا الخير والحب والتسامح. معك حق، انظر كيف صارت الأرض في عهده. نعم، حتى الطير في السماء يحب داود عليه السلام، لأنه يعرف لغته ومنطقه. هيا سنتأخر، لقد رزق أخونا الكريم بصبي جميل ويجب أن نشاركه فرحته. ما اسم المولود الجديد؟ سمعت أنه سماه سليمان. بارك الله لهما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العظيم. هل سيدنا داود بطل هذه القصة والد سيدنا سليمان الحكيم؟ نعم، وكان كلاهما ملكا ونبيا، وآتاهما الله ملكا عظيما. كم كان سيدنا داود شجاعا. نعم كان شجاعا، وكان يرمي بيد الله ليرينا أن النصر من عنده، ولنتعلم أن نصبر على الحق ونثق به، ومهما واجهتنا الشدائد لا نيأس أبدا من رحمة الله. نعم يا صاحب البحر، فهمت ما تقصد.